أهلا ومرحبا بكم متابعي قناة فادي التعليمية في تمرين جديد نستخدمه في التمديدات الكهربائية، وهو توصيل الطبلون أو توصيل لوحة القواطع الرئيسية في المنزل. عندنا الطبلون هذا ثلاث فاز، بيحتوي على قاطع الرئيسي 40 أمبير، في عندنا قواطع فرعية، وفي عندنا قاطع فرعي 30 أمبير ثلاث فاز، في عندنا من الأجزاء التابعة لها بس بار لخط النوترال وبس بار لخط الأرضي في الجهة اليمين، في عندنا البودي تبعها والهيكل وجدلة الأسلاك الداخلة إلى الطبلون. طبعا داخل إلى الطبلون فازات ثلاثة رئيسيات على القاطع الرئيسي، عندنا هون 40 أمبير، وبعد ما دخلوا الثلاثة فرزنا الأسلاك، جدة الأسلاك اللي داخله فرزنا البارد على اليسار وكل شيء بيدل على الأرضي على اليمين، لأنه هاي باس بار الأرضي وهاي باس بار الخط البارد. الفرق بيناتهم باس بار الأرضي متصل مع الشصي مع الحديد، أما باس بار البارد مرتفع بقطع بلاستيكية ثنتين عازلاته عن الهيكل أو البودي. طبعا دخلنا ثلاث فاز هون في مكان كل واحد مخصص وحسب الألوان المتفق عليها عالميا، يعني أحمر أصفر أزرق، هاي الألوان معتمد عليها ترتيبها. وفي عندنا الأسود هذا هو دخلناه هون داخل على البرغ الكبير، هون في بسبار اللي هو تابع لخط البارد، وجبنا الخط الأرضي هون دخل على البرغي الكبير، وجبنا كل الأسلاك التابعة للخط الأرضي أو الدلع على الخط الأرضي وحطيناهم كلياتهم في بسبار اللي هو خاص لخط الأرضي. والأبيض هون عندنا هو الخاص للأسلاك البيض، هذول كلهن خاصات للنوترال أو الخط البارد. أيضا في عندنا واحد أسود هون جاي من ماكينة، وهاي كله في واحد ازرق برضه هون جاي كمان من مضخه، هاي كلهن الاسلاك هاي تمثل الخط البارد. لما فرزنا اسلاك الخط البارد واسلاك خط الارضي ما ظل عندنا غير ثمان اسلاك، هي الاسلاك هاي اللي تدخل على القواطع، يعني هاي مخصصه لللاين للغرف لخطوط الغرف، فقسمنا يعني بعض الغرف بحيث انها تاخذ من اللون الاحمر، بعضها تاخذ من اللون الاصفر، بعضها تاخذ من اللون الازرق. ومثلا احنا اعتبرنا انه الخط الاحمر اللي جاي هون من غرفه النوم، وفي خط ثاني جاي من غرفه النوم الثانيه، فغرفه النوم هنا حطينا قاطع 10 امبير بكفي لغرفه النوم مثلا فيها شضاء كثير. في عندنا واحد اصفر جاي هون من الصاله الرئيسيه، وهي في عندنا كمان لغرفه الضيوف برضه واحد اصفر، واعطيناهم كل واحد قاطع 15 امبير. عندنا في الازرق هنا في سخان المطبخ حطينا 30 امبير، وفي عندنا عفوا المطبخ هذا قاطع للمطبخ خاص للمطبخ، وهذا في هنا سخان وحده تسخين 100 حاطينها 15 امبير او 20 امبير. بظل فصلنا ايضا الاباريز في الغرف، فصلناها بقواطع خاصه، مثلا أباريز غرف النوم جبناهم وحطيناهم على قاطع خاص، وأباريز غرفة الضيوف والصالة فصلناهم وحطيناهم على قاطع خاص أيضا. ظل عندنا واحد احتياط، خلينا احتياط لأنه كل لوحة لازم يكون فيها واحد على الأقل احتياط. عندنا قاطع الثلاثة فاز هذا جاي من كيبل جاي من ماكينة وبحاجة إلى ثلاث فاز حتى تشتغل، دخلنا على قاطع الثلاثة فاز بالترتيب حسب الألوان، طبعا أحمر أصفر أزرق حسب الألوان اللي موجودة، والماكينة بدأ خط بارد، طبعا أعطيناها خط بارد لأنها بحاجة إلى خط بارد عشان الإضاءة. هذا كل يعني ما لدينا عن الطبلون. ترتيب الأسلاك يعني هذا عمل طلاب، مفروض يترتب الأسلاك أكثر، وبرضو استخدام أقطار الأسلاك إحنا هون ما تقيدنا فيها، لأنه استخدام الأقطار حسب الأحمال، مثلا هون عندك 30 أمبير ما بصير نستخدم 1.5، لكن هذا مثال تدريبي لأنه هذا متوفر عندنا أسلاك.
اختيار الاسلاك حسب الامبير، بتحط السلك المناسب للقاطع المناسب، زي ما احنا حاطين هون مثلا هذا القاطع الكبير 30 امبير، حطينا له هون تقريبا اسلاك بسمك اكبر من الاسلاك العاديه. يعطيكم العافيه والسلام عليكم.